قمنا بكري وخرجنا الى متجهين الى مدينه قصر علال اللي تتبع اداريا ولايه المنستير. وبعدين ناخذ الحمص. لا تكتب شتي اصلا الى مدينه قصر علال. ما طلعتش ريحه هذيه عنده. اعطيني المقرونه الدجاج وحط البطاطا مش عاود خليت لي في عقل علينا. خارجين من مدينة صيادة بداية نزول الغيث النافع وحاليا في المنطقة الترابية لمدينة قصر هلال. دونك مدينة قصر هلال تبدأ من هنا. هذه مدينة قصر هلال. دونك ننطلقوا في الروبورتاجات نتاعنا خاصة بالأكل في مدينة قصر هلال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم في السلسلة متاع نكهة بلادي نبدأ بشكشوكة الشتي اللي هي هلالية مع فوهكة الهلالية. نقول بسم الله. هذا صلق ومع عدنوس وهذا بصل برشة بصل راهي تاكل. نسخنوا الزيت دو بلاش. بسم الله يا ربي. وبعدين ناخذ الحمص اللي اسمها شكشوكه ولا عندها اسم؟ لا شكشوكه الشتاء اصلا. شكشوكه الشتاء نقوم مع مدام نادره شكشوكه الشتاء. كل شيء نحط فيه عادي خاطر تابع المطعم راهو ما عمل في صحافي صحافي. برشه حمص باه فهمنا حاجه. وبعدين ناخذ الفلفل الاكحل بالتابلة شويه فلفل اكحل. شو كيفاش الشكشوكه الشتاي؟ هذه مكوناتها صلق ومعدنوس وبصل وحمص وفول مبلول. فول مبلول وطماطم وملح وفلفل احمر وبطاطا هي الاخرى تتحط. اللي مش نحضروه اليوم تاع شخص تاع هذه ممكن 8 من الناس. 8 اشخاص. 8 اشخاص معناها قل فول قل حمص هيك منفخ. لا تمشي صحفه هيك صحفه هيك حمص صحفه فول وزوز سلق وحده معدنوس البطاطا تاع كيلو بطاطا. بالنسبه لفول وحمص البصل تاع داهية تاكل البصل راهي. كنت بردكم اليوم مع مدام نادرة هي شكشوكة، شكشوكة الشتاء صار الليل. وما نفوحها بالماتريال الآخر إلا ما تعطي ريحة الفاوحة في الزيت. التو ايه هي ريت سله سله بشويه وتشم ريحه فاوحه. ايه؟ ما تعملها حتى شيء الا ما تشم ريحه هذه. ما طلعتش ريحه هذه ما تحط لها حتى اي فيها كانت حتى شيء. ريحه العاده نودكم ما نشهيكم اما سهله باش تكون طريقكم اليوم حول الله. واي امراه تنجم تعملها مطعم معجونة به شوية ده مش تحبش الملح ياسر هي. لا هو الملح في حد ذاته مش منصح ايه هي هذه بذات ما تحبش الملح. شوف الماء شويه شويه راهو ما يتصبلهاش بالياسر. دونك ماذا بيكم لي كومونتير نتاعكم تعليقكم جاني بارتاج بالنسبه للفيديوهات. واذا كان عندكم بعض الاسئله او
تنجموا تكتبوا لي كومونتير نتاعكم مدام نادر تبع فيكم وتنجم تجاوبكم ولا تجاوبكم إدارة القناة. يلزمها تتعمل فهورها طيب هون حتى الطماطم ما عادش تظهر. شوف ناخذ الفلفل المرحي ونزقوا باقي الماء تسمى التزقيق شوية شوية هاو خلي هيك تسمى شفتوا نزقوها معناتها الماء شوية شوية دوبل لاش أمورنا واضحة هكي طاو مزال بعتالي نقص البطاطا والفوق فهمنا فيا هندة أعطيني المقرونة هاي شوف شفتوا الدجاج نحطوا البطاطا هاو شوف ولزمها ديما هكا ما تمرقوهاش ياسر باش تعطي نكهة طيبة دي الخضرة في حد ذاتها تسيب ماها بالضبط وهي تعطي نكهة هكا مع بعضها هذا اللي نزلت ناقصة برشا ونخلي في عقل اوكي دي مرقة الخضرة مرقة الشتاء علاش سميتوها خضرة الشتاء؟ خضرة الشتاء الكل خضرة الشتاء ولا كيف الشتاء؟ لا مش فاوحة في الصيف مش فاوحة في الكل يعني حتى طرف توا فاوحة هذا وقت فيه سلق ومعجون شوف علاش اسمها مرقة الخضرة؟ ايه وحمص مرقة الشتاء وفول فهمتني؟ وكل البرامج الأخرى نتاع طورات فطورات فطورنا بسم الله هي دونك هذه مرقة الشتاء حضرتك حضرت حول الله بريحة ما قلكمش سهلة ليش الحم الحم خضرة برك وريحتها خضرة فقط خضرة فقط اللي هو خلوخر حشائشي عنده مرقة الشتاء الهلالية الأصيلة اللي مكوناتها بسيطة جدا مش تلقاوها في آخر الفيديو إن شاء الله. هذا الفيديو نتاعنا اليوم بالنسبة لبرة اليوم في لقة بلادي إلى لقاء قريب إن شاء الله بحول الله وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين إلى اللقاء. هذاك القوس وهذه الحبيب بورقيبة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة على أساس أنه يخطب على الشعب Thank you.